السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية أحب أشكر جامعة قناة السويس وأحب أشكر الـ ICE على فرصة التحدث مع حضراتكم. معاكم عمر سليم، بيم مانجر، شغال في مجال البيم من 12 سنة. اشتغلت في أكتر من مشروع في الخليج وفي مصر، والحقيقة كان في مشاكل كتيرة في قطاع الإنشاءات. يعني احنا كنا شغالين بالكاد اللي هو كمبيوتر ايد ديزاين او كمبيوتر ايد درافت مان، بس احنا فجأة يعني في مشاكل كتيرة كل شوية عمالة تظهر، بالذات لما نحل كوردينيشن، مشاكل ما بنعرفش نكتشفها غير أثناء التنفيذ. ده من ضمن المشاكل، في مشاكل كتيرة جدا، تقريبا في حدود 30 مشكلة، تمام، ما بين الوقت والتكلفة والجودة و و و ال RFI. ففوجئنا في يوم من الأيام إن في حاجة اسمها البيم. البيم اللي أنا بيحل لنا 30 مشكلة دول، فاضطرينا إن احنا نقف وقفة. ده ايه الحاجة الكبيرة ديت؟ ايه هو البيم دوت؟ ايه الحاجة يعتبر هي أكبر نقلة حصلت في قطاع الإنشاءات؟ يعني احنا لو جينا نبص على الموبايلات أو العربيات، التنقلات أو التطورات أو التحديثات اللي بتحصل فيه سريعة جدا. يعني من 50 سنة ما كانش فيه الحاجات اللي موجودة دلوقتي، فرق كبير جدا. إنما في قطاع المباني هو نفس طريقة الشغل. الحاجة الكبيرة اللي اختلفت هو البيم. طيب البيم ده بدأ سنة كام؟ بدأ سنة 1962. بدأ كنظرية، ليه ما نحطش كل المعلومات الخاصة بالمبنى على كمبيوتر؟ جميل جدا، حلو. ايه الفايدة بقى من كده؟ قال لك اول فايدة ان انت في اي لحظة عايز تعرف الكلاشات موجودة فين هتقدر تعرفها. لو انت عايز تعمل حصر هتقدر تعرفها. كأنك انت عملت مبنى، وبعد ما خلصته الراجل قال لك المبنى ده حلو قوي، واخويا عايز مبنى زيه، اعمل لي نفس المبنى ده جنبيه. فانت قبل ما تبدا في المبنى التاني انت عارف التكلفه وعارف المشاكل وعارف 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 وكل التصورات وكل الحاجات اللي هتحصل في المستقبل انت عارفها. فهي نفس الفكره لما تعمل شغل على الكمبيوتر وتحل المشاكل وتكتشف المشاكل وتعرف التكلفه وتعرف الترتيب وتعرف الكلاشات، كل ده على الكمبيوتر ما بيكلفكش حاجه خالص، عكس لما تبني حاجه وفي الاخر تلاقي حاجه متعارضه معاها فاضطر ان انت تكسر. في مشروع كنا شغالينه كاد قبل ما اكتشف موضوع البيم دوت، وفي كاميرات وفي تكييف، فبعد ما عملوا الكاميرات لقوا التكييف موجود، طب هينزل تحتيه، لقوا ان هو هيخبط في الناس يبقى ارتفاع 160، طب كسر في الكاميرات، طب كسر في الكاميرات يبقى اضطر ان انت تغير في الاعمده. فقصه طويله حصلت بسبب ان ما كانش فيه بيم او ما كانش فيه حل كلاشات او اكتشاف كلاشات بالقوه الكافيه. بس ساعتها الاجهزه سنه 1962 الاجهزه ما كانتش تستحمل الموضوع ده، ففضل كنظريه لحد 1982 لما بدات جراف سوفت تبدا تعمل برنامج اللي هو الاركيكاد في فكره البيم. وبعد كده بدات الشركات تعمل اكتر من برنامج يتبنى فكره البيم. فكره البيم مش مرتبطه ببرنامج معين، يعني مفيش برنامج هو الوحيد اللي بيعمل بيم، لا، هي فكره البيم ببساطه ان انا معايا كل معلومات المشروع موجوده في موديل على الكمبيوتر، واقدر في اي لحظه اغير، يتغير في كل حته، يتغير في البيانات، يتغير في السكاشن، ولما اعمل سيلكت على اي عنصر يديني المعلومات اللي انا محتاجها، يديني الانفورميشن اللي محتاجها. طيب تعال نشوف كلمه بيم دي عباره عن ايه. بيم، بي اي ام، بيلدينج انفورميشن موديلنج او مانجمنت، الاثنين صح. بيلدينج يعني انا بحط معلومات المباني، ما ينفعش ارسم ورده. في الاوتوكاد ممكن ترسم ورده، ترسم شجره، ترسم ملابس، ما بيقولكش لا، انما هنا هو متخصص في المباني، والمباني تشمل الطرق والمدن وكل حاجه. يعني هي مش خاصه بعماره، لا، اي مبنى انت عايز ترسمه، الطرق، كل الحاجات ديت. في حاجه اسمها سي اي ام، هي جزء من البيلدينج انفورميشن موديلنج، اللي هي سيتي انفورميشن مانجمنت او بيسموها سيفل انفورميشن مانجمنت او موديلنج، ان انت تعمل المدينه كلها. والبيلدنج مقصود بيها المبنى وهو بيتبني، وبعد ما يتبني، بعد ما يتبني بتاخد المعلومات دي وتعمل اوبريشن، تعمل تشغيل للمبنى قوي جدا من خلال البيم. انفورميشن ده الجزء الثاني، الكلمه الثانيه انفورميشن، المعلومات. لو انت عملت المبنى بس ما حطيتش معلومات، زي مثلا كانك بتعمل ماكس مثلا، او بتعمل كوتال ماس، او بتعمل شغال على اوتوكاد 3D، فانت ما دمت مش حاطط معلومات يبقى ده مش بيم، ده بي ام بس ما ملوش علاقه بالشغل بتاعنا. لازم يكون في الفورميشن، تحط كل المعلومات اللي انت محتاجها، تمام.
يعني مثلا في معلومة، مثلا الحاجة دي طول العرض بتاعها قد ايه، الوزن بتاعها قد ايه، الحاجات اللي هتوصل بيها، كل المعلومات اللي ممكن تحتاجها تبقى موجودة. ما اضطرش ان انا كل شوية افتح PDF وادور على النت وحاجات زي كده. موديلنج لازم تكون حاجة 3D، ما ينفعش حاجة تكون 2D، ما ينفعش تكون حاجة وورد، ما ينفعش المعلومات تكون اكسل، لازم تكون 3D. وده بيفيدنا كتير جدا ان احنا نقدر نتخيل شكل المبنى. يعني كان في مشكلة موجودة، والصورة اللي جاية هتبينها اكتر، ان كان المالك مع شركة من الشركات شغالة مع نفس المالك، كل مرة بعد ما يخلص شغل يقول لهم لا لا انا مش عاجبني الموضوع دوت، شدوا وحطوا وبتاع، ويشوف الرسومات في اول مشروع ويقول لهم ماشي ماشي. هو مش قادر يتخيل، مش ما عندوش حس هندسي، فمش قادر يتخيل المبنى. بس بعد ما يخلصوا يقول لك لا لا انا مش عايز ده، شيل لي الباب دوت وحط لي شباك وحاجات عجيبة. فلما بدأنا نوري له البيم بطريقة كويسة، بدأ يدينا الملحوظات في اول مشروع. ففي اول مشروع سهل التعديل وتكلفة التعديل قليلة، انما في اخر مشروع لا، تكلفة التعديل بتبقى كبيرة جدا. مانجمنت ان انا بدير معلومات المشروع. دي صورة مثلا من مشروع كبير جدا، مشروع قومي في الخليج، ودلوقتي انا في المسجد، تمام؟ فانت دلوقتي بتشوف كأنك جوه الحاجة. فده اللي احنا عملناه مع المالك، ان احنا قلنا له النضارة دي المبنى، هو تخش امشي فيه ايه اللي انت عايز تعدله. فالتعديلات اللي هو قال عليها عملناها على طول، وبدأ الموضوع يمشي بدون اي مشاكل خالص. ما وقفناش في النص زي الاول ونقول له في تعديلات وحاجات زي كده، لا، هو بدأ يلبس النضارة ديت. دي حاجة اسمها فيرتشوال رياليتي. البيم من ضمن مزاياه ان هو فيه تكنولوجيات كتيرة كانت موجودة ليس لها علاقة بقطاع المباني، هو قدر يربطها. لما كان الاول حاجة 2D ما كانش قادر يربط بيها، انما لما بقى مجسم بدأنا نضيف بعد رابع اللي هو بعد الزمن، بدأنا نضيف بعد خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، الى ما لا نهاية. بدأ في شغل كتير جدا بيحصل، منها الفيرتشوال رياليتي دوت، ان انا ببقى لابس نظارة وابدأ امشي في قلب المبنى، واقدر اطلع فوق واشوف التوصيلات واشوف ايه الحاجة اللي مش كويسة. ممكن تكون مثلا في حاجة نازلة تحت السيلينج، في حاجة مثلا ظاهرة من المكان ما ينفعش تظهر منه، وهكذا. تقدر تشوف كل المشاكل وتحلها في قلب الاجتماع مع المالك، مع الناس. طيب لو احنا جينا نتكلم على اقدم مبنى اتعمل بيم، فهو الاهرامات. طبعا صدمة كبيرة للناس، انت بتقول 1992 وبعد كده بترجع للاهرامات، ايه الحكاية؟ طيب هما لما جم يبنوا الاهرامات، ده مشروع قومي والرئيس هيفتتحه، فما ينفعش يبقى فيه مشاكل، ما ينفعش بعد ما يتبني يتهد. فقال لك ايه؟ قال لك احنا هنبني كذا هرم تاني ونبدأ نشوف الموضوع. الهرم ما كانوش بيعملوا نموذج 20 سم في 30 سم، لا، كانوا بيعملوه بحجم قريب من الحجم الحقيقي، يعني ربع الحجم، تلت الحجم، خمس الحجم، على اساس يتأكدوا ان هو هيصمد وان مفيش اي مشاكل، ويجربوا وحاجات زي كده. فكانت تكلفة رهيبة جدا ان انت تعمل الموديل دوت. ده بيم، يعني اللي هم عملوه ده بيم، بيلدينج انفورميشن مانجمنت او بيلدينج انفورميشن موديلنج، بس كان مكلف جدا. ليه؟ لان انت ممكن تكلفته تبقى نص تكلفة المشروع اللي انت عايز تعمله. فالكمبيوتر بقى سهل علينا الموضوع دوت، او البيم دلوقتي بقى انت تعمل الموضوع ده في قلب الكمبيوتر، ما يكلفكش حاجة خالص غير يعني مرتب الموظف اللي هي الغلبان يعني المسكين. فالتكلفة تكاد لا شيء. في بعض المشاريع تكلفة ان انت كنت بتعمل الموديل، لان هو مشروع قومي، مثلا سد كبير، فانت محتاج ان انت تجرب الموضوع دوت قبل ما يتعمل عشان ما تحصلش مشكلة. فبتيجي عند قبل السد كده وتاخد مسار فرعي وتبدأ تبني سد كده فرعي، فتكلفة ان انت تحفر المسار الفرعي دوت وبعد كده تبني سد تاني، تكلفة رهيبة جدا، ممكن تبقى ادي تكلفة السد 3 4 مرات. فهي الفكرة كلها ان الكمبيوتر سهل لي الموضوع دوت. ده من الحاجات طبعا اللي العالم كله يفتخر بيها، مشروع الاهرامات. طيب لان البيم مهم جدا، مهم جدا في اسباب كتيره جدا، ان هو بيقلل الهالك. يعني هو في مزايا كتيره ممكن نعد 100 واحده، بس اكتر حاجه مهمه فيها ان هو بيقلل الهالك. بيقلل الهالك بمعنى ايه؟ معنى وانا شغال ساعات بتحصل ان في حاجه اتعملت غلط فاضطر ان اكسرها، واللي كسر ده ما ينفعش يصلح، فبيترمي تقطيعات الفابريكيشن
بتقطع بشكل غلط لان المعلومات مش موثوق فيها لو انت مش شغال بيم، فبتروح تكتشف ان في حاجات كتير مش معموله صح. انما لو انت عاملها مظبوطه في البيم بتاخد الشغل تبعته لمكنه سي ان سي فابريكيشن، كل قطعه رقمها كذا وتشتغل كذا، فما تحصلش مشاكل. ففي دول كتيره قالت ان هو اجباري، يعني المبنى ما يشتغلش غير لما تدينا موديل بيم مظبوط. منهم مثلا بريطانيا من اول ابريل 2016، اسكتلندا كان ابريل 2017، الحاجات اللي هي في امريكا اللي هي خاصه بالحكومه. يعني الدول طبعا الكومنولث فنلندا والدول دي والدنمارك مهتمه جدا بالموضوع ده من زمان، من 2006 و2007. هونج كونج، كوريا الجنوبيه طبعا، الشماليه ما نرجع بيها، سنغافوره. تمام. طيب الوطن العربي ايه الحاجه الوحيده اللي قالت ان البيم هيبقى اجباري؟ دبي. دبي نزلت منشور ان البيم هيكون اجباري، اللي هو دوت عملوا اول مره قالوا 40 دور، وبعد كده قال لك لا خليها 20 دور. المساحه الاول كانت 300 الف قدم اجباري ان انت تعمله بيم، بعد كده خلوه 200 الف قدم. المباني الحكوميه والمستشفيات والجامعات واي مشروع تبع مكتب اجنبي واي مشروع حكومي لازم يكون بيم، لان هم لو البيم بيوفر كتير وبيعمل شغل كويس في المعاد بتاعه. واحنا مش من حقنا ان احنا نستهلك مواد اكتر من اللي احنا محتاجينها، لان المواد اللي احنا نستهلكها دي حق الاجيال القادمه، مش من حقنا ان احنا نستهلك مواد اكتر من اللي احنا محتاجينها. طيب مصر هي اول دوله في الشرق الاوسط تطلع كود للبيم، ده طلع 2018. كنت انا حضرت المناقشه بتاعته في مركز بحوث البناء، وما شاء الله عليه كويس، ودي بداية كويسة، وكويس ان مصر بدأت الموضوع دوت. ونتمنى ان هو يكون تطبيق البيم اجباري، لا لسبب الا ان هو بيطلع شغل مظبوط، بيطلع الكفاءة كويسة، بيطلع في الوقت، التكلفة ما بتزيدش. طيب دي بعض المشاريع اللي انا اشتغلت فيها. المشاريع العملاقه او اليونيك او المشاريع اللي هي ما اتعملتش قبل كده بنستخدم فيها البيم ضروري. يعني في مشاريع مثلا ممكن يكون اتعمل حاجه زيها قبل كده فتقدر تقيس عليها، انما لو مشروع ما اتعملش قبل كده لازم نستخدم فيه البيم. ده مثلا مشروع انا اشتغلت فيه، لوسيل كون 53، مشروع قوي جدا وكان فيه شغل كتير واستفدت منه كتير جدا الحقيقه. يعني ازاي نفكر وان احنا قبل ما نشتغل نخطط كويس جدا للمشروع هيبقى عامل ازاي. المشروع ده حجمه كبير فاضطرينا ان احنا نقسم الشغل، شغل الانشائي مثلا قلنا الحاجات اللي هي مرتبطه مع بعض كلها في ملف لوحده، شغل التكييف قسمناه نصين، شغل الصحي قسمناه الصحي لوحده والتغذيه لوحدها والفار لوحده وهكذا. بدانا نقسم الموديل بحيث ان احنا ما نجيش في النص ونلاقي في مشكله. المعماري مثلا الكسر الخارجيه دي كانت صعبه جدا فعملناها في ملف لوحده. فمهم جدا وانت شغال في مشروع ان انت تشوف الدروس المستفاده من المشروع وتفكر قبل ما تبدا الشغل هنقسمه ازاي. ما نجيش نقول لا هنعمله كله في ملف واحد وفي نص الشغل نفاجئ ان في حاجه مش مظبوطه وان احنا هنضطر ان احنا نقسم والمشاكل ديت. ده مثلا خدنا دورين كده، دور تيبيكال ودور ميكانيكال في قلب المشروع، تكييف وصحي وكل حاجة كمثال على الشغل. طبعا وانت شغال عامل تمبليت كويس فما بتعطلش، يعني الاسكادولات اللي تحت دي كانت معمولة اصلا من قبل ما نبدأ شغل. كل ما بتشتغل هي الارقام دي بتظهر اوتوماتيك ما نتعبش فيها، وشغل بنحل الكلاشات اوتوماتيك. يعني اي كلاش ما بستناش لاخر المشروع، لا ده انا قبل ما ارسم الحاجه بظهر شغل اللي جنبيه وابدا اشوف همشي ازاي بحيث ما اخبطش في الناس اللي حواليا. والكوردينيت البيم كوردينيتور بيبدا يشوف ايه الحاجه المفروض تمشي فوق واللي تمشي تحت واللي تمشي يمين واللي تمشي شمال، بننسق الشغل بيننا وبين بعض. ده برضه مشروع اشتغلت فيه مساحته كبيره جدا، فقبل ما نبدا قسمناها زونات 18 زونه. المبنى اللي جنبيه ده كان فندق وما كانش معمول بيم، ففوجئوا بعد ما خلصوا شغل ان في دوار مش هيكفي شغل الكهروميكانيكال في قلب السيلينج. ف
طبعا وقف الشغل وشوف هنحل المشكله ازاي. وكان من ضمن الحلول الظريفه يعني، واحد كان قال لك احنا نهد اخر 3 ادوار فوق ونعملهم تاني، طبعا تكلفه رهيبه، فلا ليها حلول تانية غير كده. بس المهم ان الشغل البيم في الموديل دوت كان حاجه خطيره جدا، من المشاريع الواحد فخور ان هو اشتغل فيها. وكان في العقد اجباري ان انت تعمل اللي بيم، يعني انت دلوقتي عايز تاخد المشروع ده من المالك، فهو شرط عليك في العقد ان انت لازم تعمل لي بيم، لازم تعمل لي بيم، وانت بتسلم المشروع تسلم البيم بتاعه عشان هيستفاد منه في الفاسيلتي مانجمنت، اداره المشروع. فاصبح اجباري، هو مش اجباري من الدوله، لا اجباري من المالك بتاع المشروع ده. صور من مول قطر شغلنا فيه لحد ال او دي 400. ال او دي يعني ليفل اوف ديفلوبمنت او ليفل اوف ديتيل، كل شويه بتعمل حاجه ال او دي 100، وبعد كده 200 300 400 500. ال 100 مجرد بس بتحط الفكره بتاعتك، الاسكيماتيك ما بتخشش في التفاصيل، ال 200 بتدخل في التفاصيل، 300 بتعمل حاجات الديزاين، ال 400 بتخش بقى في شوب دروينج هتركب ازاي، ال 500 ده الاسبلت. ده مشروع خاص بالمرور، ده برضو مشروع اشتغلت فيه، كان اساسي فيه شغل البيم. والواجهة الخارجية دي لوحدها كانت بتقل الموديل، فعملناه في ملف ريفت لوحده، وكنا بنخفيه واحنا شغالين. ولما نحب نعمل ريندر نزهره، ده جزء من المشروع اللي احنا شغالين فيه، ترافيك كنترول سنتر. ده الفور دي، بنشوف المشروع بيتبني ازاي، في الاول بيبدا ما فيش حاجه، وبعد كده تبدا الحاجات تظهر معانا فيديو، بحيث ان الواحد يتخيل شكل المشروع هيتعمل ازاي. ده مشروع برضو من المشاريع العملاقه اللي الواحد اشتغل فيها وفخور انه اشتغل فيها، في يعتبر زي مدينه كامله. ده مشروع في السعودية كان عبارة عن سجون برضو الواحد اشتغل فيه، وناس كتيرة اتضربت فيه. ده برضو مشروع موجود في مصر، مصر فيها مشاريع حلوة جدا اتعملت بيم، زي مول مصر وزي المتحف الكبير، في صورة ليه في الآخر. ده برضو مشروع أنا اشتغلت فيه، كهرباء تاور، ده من جوه المشروع دوت كون فايف. كنت انا البيم مانجر وعملت الفاميلي بتاعته والمشروع بتاعه. ده مستشفى موجوده، الاغلب المشاريع دي كان اجباري ان انت تعمله بيم. ده برضو واحده المشاريع الواحد شغال فيها، ده من المشاريع اللي انا شغلت فيها وكان حاجه جميله جدا. وبرضو الملك كان طالب في شغل بيم، وكان طلب جميل ان هو يشوف الموديل في اي وقت، فقعدنا نشوف الحلول، فلقينا في موقع تقدر تحط عليه الشغل والناس تشوفه في اي وقت. الواحد شغال في كذا استاد، الاستادات بتاعت الفيفا كلها بتبقى لازم تعملها بيم، ما ينفعش ما تعملهاش بيم بكل التفاصيل، يعني كان السنسورات لازم تبقى بيم، الفاير، كل حاجه لازم، ما ينفعش في حاجه تتعمل 2D. ده بقى يعني مشروع كبير، كان عبارة عن تريننج سايت على أساس تأهيل الفيفا 2022. بالمناسبة أنا ملحد كروية، ما فهمش حاجة في الكورة. طيب ده مشروع في أبو ظبي، ده مشروع من المشاريع الممتازة جدا، يعني الفريق اللي شغال فيه ما شاء الله عليهم. أصبحت المطارات والمستشفيات والمشاريع السبيشيال من غير ما حد يكلمهم لازم يشغلوا بيم، لازم يجيب فريق بيم يشتغل المشروع دوت، لانه عارف ان هو هيتكلف كتير جدا لو عمله بالكاد، وهيتاخر في مواعيد التسليم ويدفع غرامات وحاجات زي كده. ده مشروع جراند ايجيبشن ميوزيوم. طيب كان في بعض الاسئله هنشوفها مع بعض. مدى انتشار البيم في البلدان العربيه، هو حتى الان مش كبير، بس فيه اهتمام، يعني الناس بتتدرب وناس بتتعلم، وعشان كده احنا عملنا في بيم اريبيا مجله صدر منها تقريبا 33 عدد، وعملنا القناه على اليوتيوب خاصه ببيم اريبيا، عملنا فيها 3400 فيديو بيشرح فيها الفكره وبيشرح فيها السوفت وير. بس هي الفكره كلها في تخوف، او يعني انا كنت بناقش بعض الناس يقول لي انا بكسب كتير من الكاد، فيعني ايه اللي يخليني ادرب الناس واشوف الاجهزه واشوف كذا واشوف كذا. اللي يجبرك ان هو
اصبح في دول او في مشاريع كتيره مش هتقدر تاخدها غير وانت معاك البيم، فاصبح حاجه مش اختياري. يعني حتى في شركات كتيره بتقول لا احنا عايزين اي حد يتوظف بعد كده يبقى معاه البيم، بدل ما نوظف حد وبعد كده نضطر ان احنا نجيب حد بيم، لا نوظف بعد كده بيم. المشاريع اغلب المشاريع اللي معموله بيم هي في الامارات وقطر والسعوديه، وفي اعتقد في مشاريع مختلفه اتعملت مثلا في الكويت، مطار الكويت، في الاردن مهتمه بالموضوع، عندهم كذا شركه بتعمل شغل الخليج، عمان فيها برضو مشاريع بس قليله بيم. فاصبح في اهتمام، في ناس كتيره بقت فاهمه فكره البيم، بس الفكره كلها في طريقه تطبيقه، طريقه تطبيق البيم. لو انت ما طبقتهوش مظبوط او ما عملتش بيم امبلمنتيشن مظبوط بيبقى مشاكل. فعشان كده انا مهتم بالبيم امبلمنتيشن كتير قوي، ازاي ادرب الناس، ازاي ادرب الشركه، ازاي اخلي الشركه تتحول للبيم من غير ما تخسر، لان في شركات كتير خسرت لانها تحولت للبيم بشكل عنيف. يعني بين يوم وليله احنا هنشتري البرنامج هنسطبه يلا كله يشتغل بيم، فلازم حاجه تدريجي، لازم حاجه تدريجي. يعني اخد جزء معين ادربه، ولما يقدر يشيل مشروع اخلي واحد تاني يدخل كمان، فيبقى في فريقين شغالين بيم، وبعد كده نبدا واحده واحده الشركه كلها تتحول للبيم. في سؤال بيقول ايه الحاجات اللي المفروض اخدها عشان يبقى ليا فرصه اشتغل هناك؟ طيب خلينا نتكلم عموما، اللغه الانجليزي دي حاجه اساسيه مطلوبه جدا، يعني لازم تكون عارف انجليزي. حاول ما تبقاش مهندس وخلاص، يعني خلي مهندس مع حاجه تانية، مهندس ومبرمج مثلا، او موضوع sustainability مهم جدا، موضوع البيم والsustainability والاداره، دول من اهم الحاجات المهمه جدا ان انت بتقوي السي في بتاعك بشكل رهيب، وبالذات لو انت دارس اداره مثلا زي اللين مانجمنت، مطلوبه الاجايل مانجمنت اللي هي الاداره الرشيقه، او اسلوب اداره مختلف عن البي ام بي، والبي ام بي مطلوب تمام، بس في بعض الناس بدات تنتبه لان في اساليب تانية فبتطلب حاجه سبيشال. وانت كطالب حاول قدر الامكان تنزل موقع وتتدرب فيه، يعني الاجازه خليها فيها جزء ترفيه، مفيش مشكله لو تروح شرم الشيخ او تروح اي مكان، والجزء التاني ان انت تنزل تدريب للشركات بحيث ان انت تتخرج وانت عندك خبره. يعني انت اصلا لما بتتخرج يقول لك انت خبرتك قد ايه، فسؤال غريب يعني زي ما بيقول لك ايه التلج ده مش ساعة لي، يعني انت لسه متخرج ويقول لك خبرتك قد ايه. فالحل ان انت اثناء ما انت بتدرس بتشتغل او بتتدرب في مكتب بحيث تخرج تنفع تشتغل على طول. اعرف ناس كتيره جدا يعني اول ما تخرج عنده معلومات وعنده خبره، واحد بقاله 5 6 سنين في الشغل يعني، فبقى عنده ميزه. حاول تدور على ميزه، وتذكر قول الامام علي بن ابي طالب قيمه كل امرئ ما يحسن، قيمه كل امرئ ما يحسن. كل ما تتعلم حاجه جديده، مهاره جديده وتتقنها، مش تتعلم حاجه وانساها لا تتقنها، ده هيزود القيمه بتاعتك. واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله، واسف لو كنت طولت عليكم، وجزاكم الله كل خير، واتمنى ان شاء الله اسمعكم.